اتجوزها وهي عمرها 18 سنة بعد ما حبها من أول نظرة. مالوش في الظهور ولا في السوشيال ميديا وما بيحبش الإعلام، بتخاف عليه من الحسد وما بترضاش تنشر صورته. معلومات عن زوج الفنانة بدرية طلبة بعد تصدره الترند، تعالوا نعرف هو مين. تداول رواد السوشيال ميديا من امبارح مجموعة من الفيديوهات لزوج الفنانة بدرية طلبة وهو بيسلم بنته سلمى لعرسها وهي في عيونه الدموع، وفي نفس الوقت ظهر وهو بيتكلم عن بدرية وحبه ليها وقال أنا عايز مجلدات علشان أتكلم عن بدرية مراتي، هي الحنية والرقة وهي على الشاشة غير البيت خالص، هي عقلة في البيت، هي إنسانة جميلة وربنا يخليها ليا. أنا اتجوزت بدرية وهي عندها 18 سنة، شفتها على المسرح وقلت مش هسيب البنت دي، وبدرية بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، هي مش حاسة بيها، وبقول لها كل سنة وانت طيبة يا أم العروسة. وفي نفس الوقت وجهت بدرية رسالة لجوزها وقالت مصطفى جوزي هو اللي مربيني ومعلمني المسرح وسندني طول عمره، وبسبب الفيديوهات دي سأل رواد السوشيال ميديا عن زوج بدرية طلبة وسبب اختفائه عن السوشيال ميديا، رغم ان بدرية من الفنانين اللي بينشروا حياتهم بشكل دائم، وجوز بدرية هو المخرج والكاتب المسرحي الكبير مصطفى سالم. مصطفى هو اللي اكتشف بدرية طلبة وقدمها لأعمال كبيرة وكان صاحب فضل عليها، وهي اللي بتقول كده في كل لقاءاتها. وقدم مصطفى سالم مسرحيات كتير زي مسرحية وادي الجن ومسرحية أنا ومراتي ومونيكا ومسرحية العيال تجنن. بدرية قالت قبل كده أن جوزها كان بيكتب ليها مسرحيات مخصوص وده كان سبب حب الجمهور ليها وانطلاقها في مجال التمثيل. وكشفت بدرية طلبة تفاصيل تعرفها على جوزها وإزاي بدأت قصة الحب بينهم، وقالت بدرية في تصريحات تلفزيونية أنها كانت بتمثل في مسرحية ومصطفى جوزها كان لسه بيتعلم إخراج وكانوا عايشين في اسكندرية، وبدرية كانت بنت حلوة جدا، وفي يوم وهي راجعة من التصوير طلع عليها حرامي وثبتها وكان هيخلص عليها، بس هي صوتت والناس أنقذتها، ومن وقتها رفض والد بدرية نهائي أنها تخرج من البيت أو حتى تكمل تصوير المسرحية، وحاول زمايلها يساعدوها وطلبوا من مصطفى جوزها انه يوصلها كل يوم علشان يطمنوا عليها. ومن هنا بدأت قصة الحب بينه وبين بدرية اللي كان عمرها 18 سنة وقتها، وتقدم لوالد بدرية وتجوزه. والجمهور بيلاحظ ان رغم حب بدرية الكبير لجوزها لكن بتكون حريصة انها ما تنشرش اي حاجة عن حياتها الشخصية. وبالمناسبة بدرية بتخاف من الحسد جدا علشان كده نادرا لما تنشر صورة ليها مع جوزها، ولو بصيت في كل الحسابات بتاعتها على السوشيال ميديا هتلاقي ان بدرية بتحاول تخبي حياتها الشخصية عن الجمهور على قد ما تقدر، ويمكن ده السبب اللي خلاها توزع في فرح بنتها حلويات على شكل خرزة زرقاء وبتبخر العروسة طول الفرح، حتى خلت اصحاب العروسة يلبسوا ازرق. ومن وقت الفرح وبدرية طلبة وبنتها ترند السوشيال ميديا والاكثر بحثا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرت سلمى تلفت نظر الجمهور بجمالها هي وعريسها اللي كان باين عليهم حبهم لبعض بشكل كبير جدا. وطول الفرح الفنانة بدرية كانت بتحاول هي وجوزها مصطفى يخبوا دموعهم وهم بيوصلوا بنتهم لبيت عريسها.